قبل ما تفضجوا الفيديو خاوتي ما تنساوش تابونيو فلاشان وتفعلوا الجرس باش يوصلكم كامل جديد من عند قناة ميديا ديزاد. الحمد لله اكتسبت واحد القوة اللي هي قوة خطيرة نقدر نطير. السلام عليكم متابعينا الكرام، متابعي قناة ميديا ديزاد، خوتنا جيناكم في فيديو جديد وخبر جديد كالعادة، معكم خوكم شرف الدين. قبل مشاهدة هذا الفيديو خوتي كالعادة وصلوا 4000-5000 لايك، زكارة في الحاقدين على كل ما هو جزائري، وخليولنا أراءكم في التعليقات. نخليكم على الفيديو خوتي. موحة يعود من جديد، فضيحة كبيرة جدا 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 لشعب الجزائر، واتمنى انكم توصلوا الفيديو ده لكل شعب الجزائر، لكل الصحف، لكل اليوتيوبرات، لكل حد مسؤول في الجزائر. جه الوقت ان انتوا تتكلموا وتنشدوا، لان دلوقتي بقى لعب الكبار والكلام بقى خطير. يعلم ربنا جات لي الافات الرسائل، يعلم ربنا جات لي دعوه من مسؤول كبير في الجزائر في اكبر برامج في الجزائر، وموحى قريبا في الجزائر، علشان بنقول كلمه الحق وصوتنا بيزلزل الدنيا كلها. انا جاي النهارده افضح ايدته والاتحاد الكاميروني، وبقول لشعب الجزائر احذروا من الفضيحة اللي بتحصل واحذروا، وبقول لكل حد ما كانش بيتكلم في القضية بإقصاء الكاميرون، جه الوقت اللي حضرتك تتكلم فيه. وانا بناشد الصحف الجزائرية واليوتيوبرات والمسؤولين اللي لازم صوتهم يهز الدنيا، لان دلوقتي الوقت المهم، وكلكو اتضح لكم هذا، انه انتوا يشكو جمال بالماضي والاتحاد الكاميروني ويدافع عن بكاري جسامة، ده معناه ان مش ايدته خايف، ايدته مرعوب. وان كنت انا ضعفت فرجعت بقوة وبقول لايدته انت خلاص انتهيت، انت خلاص انكشفت انت وبكاري جسامة. انا بحذر الجزائر وبحذر الصحف وبحذر كل المسؤولين ان ايدتو عايز ياخد القضية في اتجاه تاني، عايز ياخد القضية في ناحية تانية. ناحية ايه؟ ان يبقى المشكلة مع جمال بالماضي وايدتو، والناس تنسى بقى اعادة المباراة واقصاء الكاميرون والجزائر في كاس العالم. انا بقول لكل الصحف الجزائريين، احنا علينا هجوم كبير وبنعاني من اجلكم. انا بقول للصحف وبقول للمسؤولين وشعب الجزائر، انتوا بيتقابل مع الفيفا من مصادر موثقة، انتوا بيتكلم مع الفيفا، انتوا مرعوب وبيعملوا ألعيب اكاذيب على شعب الجزائر. انا بكلم كابتن واستاذ حفظ دراجي، كل المسؤولين الكبار اللي لهم صوت، بقول لكل العرب شيروا الكلام ده ووصلوه لكل الناس. لازم كلنا ندعم الجزائر في الوقت ده، لان ده وقت الحاسم، والقرار طالع ان ايدتو يشكو الجزائر، ده معناه كبير، ده معناه ان هم مش على بعضيهم. انتوا تعرفوا ان صوت جمال بالماضي في نفس الثانية اللي قال فيها القرار الدنيا اتقلبت والعالم كله اتقلب. ليه؟ لان الصحف الألمانية والفرنسية والإيطالية كله مع الجزائر، وكل لجان الفساد واقفين مع الجزائر، لكن الناس مش مصدقه، الناس مش مامنه. انا بوصل الرساله دي لكل حد عربي محترم بيفهم وبينافس للنهايه لحق ربنا. انا كنتش ناوي ارجع والله العظيم، لكن لما لقيت الرسائل دي كلها، لما لقيت الدعم ده كله، لما لقيت المسؤولين بيكلموني، انا الانسان البسيط، انا عرفت قيمة نفسي كويس، ومش هبص لاي تعليقات، ومش هبص لاي هجوم. خلاص الكلام اللي جاي كلام الكبار، انا بكلم الكبار وبكلم المسؤولين وبكلم كل حد عنده صوت الحق. جه الوقت اللي بنفضح فيه ايدته وبكاري جسامة،
بكاري جسامة اللي ظلم كل العرب وكل الأندية العربية. انت مستني ايه؟ حجم زي ده يروح كاس العالم؟ انا بقول لكم كل العوامل مع الجزائر، وابتدى دلوقتي ينتعشوا كل المسؤولين والصحف. انا بقى عايزكم توصلوا لهم الرسالة دي واللايف ده بعد اذنكم. موحى يعود من جديد وبيضرب من يد من حديد من اجل الجزائر وصوت الحق. وبقول لإدتو وبقول لبجاري جسامة، للأسف لعبتكم انكشفت حول العالم كله، وبكاري جسامة مكانه البيت يقشر بامية وملوخية. واسمع يا إدتو، كل أكاذيبك وكل علاقاتك ولا ليها أي لازمة، لأن المصريين وكل العرب مع الجزائر بقوة، وإحنا بنشد الفيفا. لازم القرار يكون رسمي، لازم القرار ما يكونش فيه لعب، لأن كل المؤشرات الجزائر في كاس العالم ومن داخل الفيفا. انتوا مش ساكت يا جماعه، انتوا مستني اي زغره، وجي الوقت اللي الكلام يطلع فيه صدق. انتوا ابتدى يناشد ويشكو، والاتحاد الكاميروني عايزين ايه تاني؟ اكبر دليل على كلامي. انا بقول لكم شيروا في كل حته تعرفوها. انا موحى المصري المحب للجزائر ولكل العرب مع الجزائر قلبا قالبا. هدموني شتموني هنوني ام الله يرحمها، ولا اي شيء هيأثر، لان هنا في قلب صافي في رجولة. وهنقول مع بعض 1 2 3 فيفا انجيري. قلتلكوا جمال بالماضي رجعته رعبتهم، وكل الجبنة هربوا ومشيوا لان فسادهم كان مشموم. وقلتلكوا ان في مسؤولين جزائريين وغيرهم متفقين مع الاتحاد الكاميروني وقيتو، ومش عايزين الجزائر تكون رقم واحد ولا تبقى قوية وكبيرة. عيدوا فيديوهاتي وعيدوا اللي سمعتوه، وكل كلمة بقولها في صيامي وحياة ربنا بحق الله، كل حاجة قلتها موجودة، وهيجي اليوم بالدلائل وهثبت لكم كل حرف اتقال. انا بقول لكم الرسالة دي النهاردة بالذات، لان الوقت ده مفهوش هزار. انتعشوا تاني يا شعب الجزائر، انتعشوا يا صحفيين الجزائر، انتعشوا يا مسؤولين، اطلبوا بإعادة المباراة وإقصاء الكاميرون وذهاب الجزائر لكأس العالم. ارجوك يا حفيظ يا دراجي، صوتك مسموع، الجزائر محتاجة صوتك، مش صوت الانفرادات او المعلومة، صوتك انت تضامنا مع الجزائر. حط شغلك على جنب، الجزائر اللي هترفعك لفوق، ومنتخبك وشعبك والله. المصالح خلوها على جنب. انا بناشد كل الصحف وكل حد كان خايف يطالب بإعادة المباراة وإقصاء الكاميرون. جه الوقت انك تقول الكاميرون في كأس العالم، جه الوقت انك تقول احنا مع الجزائر ومستنين القرار. جه الوقت انك تفضح إدتو وبكاري جسامة. إدتو اتحرك، إدتو اتحرك وانتو متحركتوش. إدتو بيحارب وانتو مش عايزين تحاربوا. حاربوا بقى الفساد، حاربوا الرشوة، حاربوا الظلم. مش هينفع كده، مش هينفع احنا نحارب لوحدينا. نداء لكل شعب الجزائر وكل الصحف وكل المسؤولين. انا في انتظار تحرك حضراتكم، وفي انتظار ان الفيديو يوصل لهم بقوة. الكلام اللي انا بقوله انا مسؤول عليه، وبقول لكم للمرة المليون، الجزائر مباشرة في كأس العالم، وهو ده القرار السليم اللي هيخرج. غير كده كله كذب. وارجوكم بلاش تيأسوا الجزائر. اي مسؤول في الجزائر برا الجزائر يعرفوا، ما تيأسوش الجزائر في اللي هم فيه. سبوهم في الامل، سبوهم دايما موجودين بقوة في التواصل الاجتماعي وغيره. الصحف الالمانية والفرنسية والصحف والقنوات والمواقع كله جاي مع الجزائر وبيدعمهم. الا انتم يا اصحاب المصالح، سيبوا الجزائر في حالها. وهفضح الكل وهقول للكل في عينه
الجزائر مكانها في كاس العالم، لان دي قضيتنا كلنا، دي قضيتنا كلنا وعمرنا ما هنخسرها. ربنا اللي يعلم انا عدت ازاي، ربنا اللي يعلم انا بيحصل لي ايه، ربنا اللي يعلم انا حاجات كتيرة في حياتي اتغيرت بسبب القضية دي. ولكن انا بقول للجميع انا مش هسكت غير ما الجزائر تكون في كأس العالم. شكرا لكل الناس المحترمة ومستني دعمكم الكبير اللي دايما مكمل بيه، اللي دايما هكمل بيه، وكل جديد هنطلع ونتكلم ونناشد لحد اما الجميع يقتنع اقتناعا تام ان احنا مش اطفال صغيرين وما كناش بنقول اي كلام. ان شاء الله الجزائر في كأس العالم زي ما وعدناكم وزي ما انفرضنا وزي ما 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 ما, ما وصلنا وبعلاقاتنا وبشغلنا وبحبنا قبل كل شيء. هو انتم مش مصدقين ان احنا بنحب الجزائر؟ لا صدقوا واعرفوا وافهموا قبل اي شيء. ده كان اللايف بتاع النهاردة. اللايف خلص بس كلامي لسه ما خلصش. مستني دعمكم الكبير والشير في كل بيج وفي كل جروب وفي كل شخص، وابعت في الماسنجر وفي كل الدنيا. خلونا بقى نفضحهم بقى خلاص، كلها يوم خمسة وكل حاجة هتصدر وكل حاجة هتيجي. السلام عليكم ورحمة الله وبركاته. موحى عاد من جديد وبقوة من أجل الحق. مع السلامة. وفي الأخير ما تنساوش ديروا النجام وتشاركونا رأيكم في التعليقات. سلام.